خلينا نروح لسؤال تاني، انه ايه التدعيمات اللي الزمالك محتاجها؟ بص انا لما ابص على السكواد بتاع الزمالك محتاج من 5 ل 6 لاعبين، مش اكتر من كده. مش اكتر لا من مش خمسة اكتر من ستة كده، لاعبين. مش اكتر من كده. انت محتاجه حارس مرمى، حارس، محتاجه مساك، محتاجه باك ليفت، خلاص محتاجه سنتر فورويد مع الجزيري، ومحتاجه حد بيلعب على الاطراف، ان طرف من الاطراف. لان انت النهارده ما تيجي تبص على لان نص الملعب عندك بقى فيه لعيبه كتير، تفهم ازاي دي حقيقة. بقى فيه لعيبه كتير. انت النهارده عندك مشكله في المساكين، على اساس المسلوسي بتخليه يلعب مساك وهو مش مكانه والكلام ده كله، يقدر ان هو يرجع مكانه مع عمر، ويبقى عندك مساك مع الونش لما مع هيرجع مع حسام الونش عبد لو المجيد. رجع يحل لك طبعا طبعا طبعا، أزمة خلاص. بس ان شاء الله يرجع، ويرجع بمستواه. يعني ان شاء الله الونش يرجع ويرجع بمستواه. تبقى صعبة شوية يا كابتن، يعني حضرتك أدرى برضو إنه يرجع بمستواه مرة واحدة، طبعا هيحتاج اكيد هياخد فترة وقت، طبعا، لازم الونش تدريجي غايب يعني. بقاله قد ايه، ده وبعد كمان قبل الرباط الصليبي ده الرباط كان الصليبي، قبلها ما كمان، انا لسه بقول لك 2 رباط كان موضوع صليبي، صعب فطبعا أوي. الامور صعبه. لكن ونش، الونش من اللعيبه، يعني انا طبعا عارف الونش وانا من الناس اللي جابته. الونش عنده اصرار، عنده يعني طبعا. مقاتل، فاكيد النهارده هو عايز يبقى موجود. بس انا اهم حاجه واوصله ان ما تستعجلش، لانه ما استعجل بالظبط المره يا اللي كابتن، فاتت دي اهم حاجه نقولها طبعا، للونش. فهو لازم يكون دي اتعلم منها من المره اللي فاتت، واكيد اتعلم منها. فاكيد الونش لما هيرجع، مع ان انت النهارده ما تتعاقدي مع باك ليفت وتبتدي النهارده، فبتسد الثغرات اللي موجوده عندك. فالزمالك عنده حوالي 13 14 لعيب كواليتي عالي، فانت محتاجه 5 6 لعيبه توصلي ل 20 لعيب. كويس جدا ان انت يبقى عندك 20 لعيب بالكواليتي المطلوب الفتره اللي جايه. طب لو رحت للعيبة الشباب اللي شاركوا الفترة الأخيرة، مين شايف إن هو لفت نظرك؟ يعني الولد المساك اللي انا مش متذكر اسمه، كويس، مش وحش، مجدي؟ مش وحش، ايشو لعيب كويس. إيش المهم؟ بس انا بقول ان الولاد دول لو طلعوا ولعبوا في انديه تانية اعارات ويشتركوا اكتر، بالعكس هيستفيدوا اكتر. يعني يطلعوا يطلعوا اعارات اعارات زي طبعا طبعا، زي ماجد هاني وزي اللعيبه اللي طلعت دي كلها، وزي حسام اشرف. انت النهارده بترجع حسام بترجع اشرف حسام وبترجع اشرف الناس ومحمود على، عشان ليه؟ عشان انت شفتيهم ولعبوا واحتكوا، بيرجعوا لك بيه عندهم حسام اشرف كان بينافس من على هداف هدافين الدوري، ومع احترامي كان بيلعب مع بلديه المحله، بلدية مع احترامي المحلة. بلديه المحله مش كنادي، انا قصدي ان بيوصل للجول قد ايه، وان هو بيقدر ان هو يوصل حسام كم مره للمرمى، فاهم ازاي؟ لكن انا بقول ان اللعيبه النهارده اللي طلعت الناشئين ديت، انا يعني انا كان عندي تحفظ انه يلعبوا بالكتره دي مع بعض. يعني لما يطلعوا في وسط لعيبه كبار هيكتسبوا خبرات وهيبقوا فنيا افضل، لكن لما يطلعوا يلعبوا 7 8 ناشئين مع بعض في الملعب، مش هتقدر ان انت توصل للامكانيات بتاعتهم، لان ما فيش حد بيوجههم، ما فيش حد النهارده بيكتسبوا منه خبره في الملعب. الكلام ده كله هم الولاد دول افتقدوه، هو مش بكتر الماتشات، ما هو بيلعبوا ماتشات مع فرقتهم، وهم نفس الولاد دول بيلعبوا مع بعض تحت. لكن النهارده اللعيب الناشئ بيكتسب خبراته امتى ويبتدي يظهر امتى؟ لما يكون تحتيه لعيب كبير يحركه، يقول له اتحرك، ارجع، اقف، زي المدرب اللي قاعد بره بالظبط، اللعيب الكبير بيبقى موجود معاه في الملعب، فيبتدي الولد يكتسب منه خبرات، يكتسب منه ثقه. كل الكلام ده كله هم طبعا ده ما حصل لهمش الفتره اللي فاتت، يعني الفتره اللي فاتت دي كلها، لان هم الملعب كان حوالي 7 8 ناشئين موجودين في الملعب. فعشان كده بقول لا، الولاد دول يطلعوا يلعبوا في الانديه الثانيه، هم خدوا فرصه كبيره انه لعبوا مش اقل من 10 11 ماتش مع بعض في الدوري، ودي ما يعني الفرصه دي ما اتاحتش لاجيال كتير قبلهم. فانا بتمنى ان يوافقوا لهم، وان هم يسوقوهم من مجلس اداره والناس المسؤولين في النادي، انه يسوقوا الولاد دول للانديه الثانيه يقدروا ان هم يلعبوا حتى هناك. الحارس؟ طبعا طبعا، ما هو انت النهارده لما هتتعاقدي مع حارس، اوكي، هيبقى انت النهارده عندك صبحي، وات ايفر مين الحارس الثاني اللي ممكن تتعاقدي، ممكن يبقى ثالث، يعني الشناوي ممكن يبقى ثالث، ما بقولش حاجه، بس هفضل اقول للعيب طول ما هو بعيد، انت طبيعي ان انت يبقى عندك 3 أو 4 بالظبط. حراس مرمى. فانت النهارده الولد ده خد خلاص، اوكي، ممكن احتفظ بيه الشناوي مع الاثنين اللي هيبقوا موجودين، فاهمه ازاي؟ لكن لو عندي حارس رابع وعايز اجهزه، لا اطلعه عاره، ايه المشكله؟ في حالة ان انا عندي حارس، رابع خلاص بقى عندي 3، لو حارس انا ورا. لو انا تعاقدت مع حارس تاني، ولازم اتعاقد مع حارس تاني، طبعا. لا لازم ما اتعاقد فيهاش. مع حارس تاني، يعني مع صبحي لازم يبقى في. احنا شفنا صبحي النهارده لما اتعور، النهارده ما فيش حارس تاني، بالرغم ان انت في قائمتك في عواد، يعني انت قائمتك فيها عواد، بغض النظر ان عواد عنده مشكله او ما عندوش مشكله، هو لازم يبقى موجود. لو هو عنده عقد لنهايه الموسم هيتقاضى فلوسه،
فانا النهارده لازم كان يبقى موجود بغض النظر بقى عقاب مش عقاب، الكلام ده كله يبقى موجود في الملعب، حتى لو هيجي يقعد احتياطي. هو النهارده انت هتاخد فلوس بعد كده الجول يا مهما بقاش عنده نسبه مشاركه، حارس المرمى ما عندوش نسبه مشاركه، فكده كده هياخد فلوس. طب انا النهارده هياخد فلوس وهو قاعد في البيت؟ لا، هو يجي ولو ما جاش اقدر ان انا ابتدي اوقع عليه عقوبات، تفهمتيني ازاي؟ لكن انا كده انا مريحه وهو قاعد في البيت، انا مريحه وهدفع له فلوسه. فدي من الحاجات برضو اللي احنا ما تعاملناش مع الملف بتاع عواد، ملف تعاملنا صح، احنا تعاملنا صح. هو انا النهارده ساعدته ان هو يقعد في البيت، انت فاهماني ازاي؟ لكن انا النهارده عواد النهارده وما خدش فلوسه هروح اشتكي النادي، صح ولا غلط؟ فده برضو من الحاجات اللي اثرت معاك، ان انا بحمل ولد صغير مسؤوليه بعد اصابه صبحي، بحمله مسؤوليه كامله، هو مش هيقدر ان هو يتحمل كل ده. لا، ما هو دي من ضمن الحاجات اللي احنا برضو قلناها، انه الشناوي حتى في الخساره الاخيره بتاعت ماتش طلاع الجيش، هو ما يعني الشناوي لا يتحملها يعني بصراحه، ما يتحملهاش، بس في نفس الوقت ما يقدرش يبقى حارس مرمى الفريق الاول. لا لا لا، ما بتكلمش في الوقت، لا بتكلم انه طبعا اكيد الزمالك ضروري جدا من ضمن التعاقدات طبعا، ومن ضمن الخمس ست تعاقدات اللي حضرتك يا كابتن اتكلمت عنها، ضروري يبقى من ضمنها حارس مرمى كمان مع صبحي، خاصة وصبحي بصراحة قبل كمان ما جوميز يبدأ يريح اللعيبة الكبار، صبحي كان بدأ يتألق بشكل كبير جدا أو يرجع لفورمته في الفترة الأخيرة على فكرة، عشان ركز. هو صبحي ما كانش مركز بعد التجديد كمان، يعني صبحي ما كانش مركز، لان صبحي كان جول عندي بتروجيت، وانا مدير كره بتروجيت، وانا عارفه، وانا من الاسباب يعني ان انا ساعدت ان صبحي يبقى موجود في نادي الزمالك، لان يعني عارف صبحي وعارف امكانياته كويس قوي. صبحي لما هيركز هيبقى من افضل حراس المرمى موجودين في مصر، هو امكانياته كده، ويلعب حتى لو ما بيلعبش، وجي نزل في اي توقيت صعب، ويمكن شفناه مع منتخب مصر لما المنتخب اتعور ابو جبل واتعور الشناوي، ونزل صبحي في احدى المباريات ظهر بشكل كويس جدا. هو عنده الحته دي، ما اي ضغوط او بتاع ما تاثرش عليه، هو بيقدر ان هو يتعامل مع الحاجات دي، ودي المطلوبه في الانديه الكبيره اللي بتلعب على بطولات. فعشان كده بقول، لكن مين النهارده اللي يبقى منافس مع صبحي؟ ما هو صبحي النهارده ما فيش منافس معاه، مستواه هينزل. بس ده عموما بقى، يعني انا بعتقد يا كابتن ده مع كل اللعيبه او طبعاً، مع كل المراكز طبعا.